يعني دي مشكلة. أي حد بعقلية بتفكر في اتجاه واحد هيقول دي مشكلة تهدد الثروة السمكية في مصر، وهي فعلا مشكلة. تمام. عملتوا إيه بقى عشان تبقى المشكلة دي حاجة عظيمة جدا وفرصة؟ هو احنا اصطدنا اللي هو الكريفش أو اللي هو سرطان النيل، وبعدين علمنا البنفيشري بتاعنا اللي هو الشخص اللي احنا بنساعده ان هو يعني يعمل المشروع ده ويكمله بعدينا. علمناه ازاي يقشر الكريفش ده، وبناخد القشر بتاعه بنستخرج منه حاجه اسمها الكيتوزان. الكيتوزان ده بيدخل في صناعات متعدده، منها المواد الحافظه للاكل يعني، والحاجات الفارماسيوتيكال اللي هو مثلا حاجات البشره وكده والادويه وكده. وبالنسبه بقى يعني خدنا الكيتوزان برضو واستعملناه، عملنا منه باستسايد او يعني مبيدات حشريه. يعني ببساطه، عشان طبعا انتوا عملتوا حاجه كبيره جدا مش هنعرف نشرحها في دقايق، لكن الكايتوزان اي حد في الميديكال او في المجال الطبي يعرف انه دي حاجه قيمه جدا. بالزبط. دي قيمه وممكن تدخل في صناعات كتير جدا. قدرتوا تنجحوا في استخراجها؟ مظبوط. ما كانش في مشاكل؟ ما طلعتش النتائج ضعيفه؟ وعلمنا الصيادين ازاي فعلا يعملوا كده ونتائج كانت فعلا. هرجع لكم تاني ازاي كسبتوا بقى، لان انا عارفه ان في ارقام وفلوس وحاجات كده.